رجعنا من جديد في فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. ومعانا اللاعب شهاب الصالح، اليوم منذ يومين تقريبا مع اتحاد تطاوين. شهاب اهلا بيك. بيك اسلام وبرح ما بيك كل مستمعين في فير بلاي. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله، هاني الحمد لله. في تطاوين ولا وين؟ لا لا، غدوه ان شاء الله صباح نطلع تطاوين. زد ما مشيتش معناها تطاوين روحت. لا لا لا، عملنا التاج ولعبت ماتش ميكالا. اي لعبت زوز ماتشات. اي خلينا نحكيو به. احكي لي شي تجربة جديدة ليك في اتحاد تطاوين بعد جمعية ريانا بعد النادي الافريقي، فريق محطة جديدة ليك، كيفاش تشوفها؟ والله محطة كيما محطة الكل، واحد يخدم على روح، وهذه تجربة جديدة. واحد مازال معناه مكمل في حلمته ويطمح باش يوصل لبعيد في الكورة. واحد يترين مهما كانت الجمعية، واحد ديما يترين على روحه ويقدم الإضافة وإن شاء الله ديما في مستوى فما خير. إن شاء الله. مشيت بديت البريباراسيون مع الكلوب أنت ولا وفي كونتراتوك ولا كيفاش بالضبط؟ لا 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 لا، قعدت مع الهيئة المديرة، طلبتهم معناها تفاهمنا باش نفسخ الكونتران بتاعي. وكهو بالنسبة يعني للشكاية اللي كانت مع الكلوب ومستحقات فلوسك اللي تسيرهم، شو عملتوا فيهم؟ لا تفهمنا الهيئة المديرة ذي كانت بتفهم كل شيء، كانت عايتت لي حكينا وكل شيء، حكينا بعضنا تفهمنا في كل شيء. ناس تخدم على روحها ونوجه لهم بالله التحية، خاطر برسمي قاعدين يعملوا في جهد كبير ومعنى متفهم وضعيتي وكل شيء. لقيت ذي التفاهم بتاعهم معاهم كيفاش تاخذ فلوسك معنى هكا وفسحت قدرتوك؟ هاي تفهمتك هيك وسحبت القضية. انت من العباد وسحبت قضية بتبيع؟ لاني قضية راني مش نحب نوصل العباد، راني ما كنتش ناوي باش نشكي، راني ما معناها ثم مشاكل ما توا ما نجمش نحكي فيهم، ومنها امور عائلية راهو خليتني لزتني باش نشكي معناها. يوضح لنا مادام فات التجربة توا، خلينا نفهم باش العباد تفهم، خاطر برشا لاموك وقتها كيفاش شكيت بالكلوب. اي صحيح الهيئة القديمة اخويا، ثاني قلت لك عديت بظروف عائلية، عندي شكون مرض في العائلة، ما لقيتش معناها فلوس باش نداويه. ربي يشفيه ان شاء الله. عايش وكهو معناها وصلت واحد معناها يتضرب يداوي على روحه في الهيئة القديمة. نحكي على الهيئة القديمة. اي فاهمك اي فاهمك. يقول لك برا معناها يقول لك برا وما ثماش فلوس برا يشكي على روحك. هكا معناها تواصل كانت معناها. اي نفس الوضعية تقريبا مع الملاعبية الكل ولا؟ صحيح نفس الوضع. الهيئة الجديدة من اللي جات كانت معناها من أول نهار جي حكي معايا قال لي راهو هكا وهكا، رانا رئيس النادي يوسف العلمي. رئيس النادي يوسف العلمي نوجه له كل تحية، وكان بالرسمي عبارة أخوك الكبير، مش رئيس جمعية يحكي معك، عبارة واحد من العائلة. هو القاسم المشترك تقريبا يوسف العلمي، الملاعب الكل تقول عليه نفس الكلام، يعني يعرف كيش ياخذ الملاعب وعنده كلمة وعنده معناتها يحترم برشا التزاماته مع الملاعب. ما يتفضلش يا اي حنا بنوجه له تحيه كبيره بالرسمي، خاطر كي جا يحكي معايا راه قلت لك عباره واحد من العائله جا يحكي معايا ويرحم والديه، وان شاء الله الفريق يرجع لبلاصتها معناها كيما قال هو. بديت قلت لي البريباراسيون مع النادي الافريقي، معاش منتصر الوحيش حكيتش معاه، المدرب ما كنتش في حسابات ولا انت طلبت تخرج ولا كيفاش بالضبط؟ هو معناها المدرب قال معناها او من اول الرجوع قال المدرب حاجته معناها هبطوا معناها ليسا كل شيء، انا حطوني ضمن قائمه المغادرين. ما شافكش معناها اول عام اثنين؟ لا لا معناها ما ترينيتش جمله عند منتصر الوحيشي معناها عاملين المترنين كي جاي اثنين ما ترينيتش. اي صحيح عاملين ولا به شهاب، كنت قريب من اولمبي البيجي، كيف شنو صار عشان مشيتش الباش؟ صحيح والله كنت تقريبا في الاولمبي الباشي عطيت كلمه انا بصراحه اسلام، عطيت كلمه لاتحاد تطاوين من اول نهار جاي وقالوا لي هكا وهكا وهكا. كي حكيت مع باجا خويا راني قلت لهم راني عاطي مع احترامي للباجا وجماهير اولمبي الباشي، قلت لهم عاطي كلمه تطاوين، هذاك عليه خيرت اتحاد تطاوين. معناها فقط الاتفاق خاطر صار من اللوم مع تطاوين، ما عطاوش اكثر فلوس ولا حاجه. لا 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 صار شيء.
ماشي بصراحة ماتش مازيمبي اللي لعبت فيه والثمانية اللي كليتها الكلوب وقتها أثر شوي على علاقتك بالجمهور، فما عبيد ما عادش قابل الملاعبية خاصة أغلبهم اللي لعبوا ماتش ذاك لعبت تنفذت عليهم شوية. صحيح والله صحيح، هو وعندهم الحق معناها يغضب الجمهور وقتها صحيح، راية تركت مس من تاريخ نادي و... وعلاقة نادي واحد منحبش نرجع راهو للطرحة ذاك العبيد تعرف لي أنا معناها القراب معناها واحد كان مش نتهرب ولا واحد راني كنت مضروب معناها وما كنتش انا باش نلعب، لعبت تعرف اش صار وفي المطار واش صار. هو كان علي العابدي هو صارت مشكله وقتها قبل المشي هكا وانا مضروب ديجا ترواجور في الدار قاعد معناها اي جارك باش تمشي باش تلعب معناها رميلك في فم مدفع وراني نلعب راني كي تعاود الطرح راني نعاود نلعب ما نقولش لا رميلك في فم مدفع معناها خسرت انت هذيك شكيته براو سلام براو هذيك شكيت من واحد يقول ديما لعلى في خير معناها اكيد صحيح ممكن اثرت شويه واحد على كاريرو خاطر كنت وقتها انا طالع معناها طالع كيما نقولوا مزال كي طالع عملت ماتش ويت باهين قبل ماتش هذاك صحيح ماتش هذاك كان الشوت ممكن اما ليه واحد ديما يقول لعلى في خير يخدم على اكيد في خير مش لعلى اليوم الجمهور ينقذك اليوم الجمهور ينقذك غدوه يهزك فوق الكتاف مش اليوم الجمهور ينقذك غدوة يدافع عليك، أي واحد تقول فيه كلمة راهو ما يدافعوا عليك أكثر من اللي أنت تدافع على روحك. صحيح. تخمم ترجع نهار آخر للكلوب؟ شحال علاش ليه؟ أي واحد يطمح باش يلعب في النادي الإفريقي. مهما الصهر وأي واحد يطمح باش يلعب في جمعية كبيرة كيما النادي الإفريقي. مهما الظروف يكذب عليك، مهما الظروف. وراك تشوف ثلاثة سنين تعداو، أي واحد يقول لك نجي نلعب في النادي الإفريقي. رغم اللي صاير الكل، صحيح. رغم اللي صاير الكل. باهي نحكي شوي ربي يوجههم خير وان شاء الله نتقابلوا في الخير كما يقولوها ان شاء الله نحكيوا شوي على اتحاد تطاوين تجربه جديده شنين الهدف نتاعك فيها يا شهاب؟ والله الهدف واحد يلعب اكثر ماتشوات يربح ماتش برشا ماتشوات تستقيه واحد يطمح باش يمشي لبعيد زاد علاش ليه اتحاد تطاوين ثم فيها برشا لاعبين شبان برشا عنده برشا ديكاليتي فما شوية خدمة نعملوا عام به ومش خير منا الجمعيات الكل اللي عملوا عام به عكس السيزونات اللي فاتوا نتاع الاتحاد التطاوين تنجم تعمل سنة المفاجأة كيما نقول عندك جمعة علاش ليه عباد تحب الكورة غادي وناس تعشق الاتحاد التطاوين زاد عندك جمعة بدي ترينا هكا ولا عندي كيك جمعة ونص لعبت ماتش ترجي الودي اي لعبت ماتش قبلها ماتش مستقبل سكر كان مستقبل ولا مستقبل سكر و وماتش لسبيرون باهي شهاب فما شوية انتقادات من الجمهور نتبع شوية في صفحات تاع اتحاد تطاوين انتقادات للفريق الكل شوية للمدرب مازالت ما لحمتش اللي كيف بعضها مقابلات ودية ما نجموش نحكموا على الفريق ما عادش كلمة باش تطمن الجمهور اللي قاعد تبع نتاع اتحاد تطاوين ليه ممكن التاج راهو برشا شارج على الملاعبية كون شي هذاك اللي ياثر اما الباقي رانا معناها كلنا واعيين وكل شيء وماتش فند التاج كون شي العباد الكل تقول لك اخر ستاج يعني نكملوا الماتش وباش نرتاحوا فهمت اما انتم الاحبه راهو فما هيئه مديره تخدم على روح فما اطار فني وجواريات راهو دو كاليتي ان شاء الله العام هذا باش يكون عام مفاجئ للناس الكل في البطوله التونسيه. باين ديما نحب نسال السؤال هذا شنو البوست تحب انت يا شهاب لعبت في برشا مراكز اكسيال ولا جوش؟ انا كنت في اكسيال جوش معناها تحب تلعب في الاكس معناها بالطبيعة واحد نلقى روحي في الاكس في تطاوين في الاكس تو اي ان شاء الله هاك فيها الجول ان شاء الله يعطيك الصحة شهاب بالتوفيق ان شاء الله مع اتحاد تطاوين عايشك سلام وان شاء الله ربي معك وتحية لكل المستمعين يعطيك الصحة شهاب الصالح لاعب سابق النادي الافريقي كيف جمعية الرينا تجربة جديدة ليه باش تكون الموسم القادم مع اتحاد تطاوين بالتوفيق ان شاء الله ليه هكا نكملوا في البلاي اليوم اكيد اللي فاتوا فيديو تصريح شهاب الصالح كيف بقية التصريحات تنجم ترجعوا على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والاكسبريس سبورت تلقاو كل التصريحات في شكل فيديو سواء عمر عبيدة لاعب المنتخب التونسي اللي كان معنا من كيغالي من رواندا بعد تتويج المنتخب بالافخو باسكيت كيف كان معنا محمد علي منصر لاعب سي اس اس السابق وانتقاله للعين السعودي كان حكاية ووجه نداء المسؤولين السي اس اس كما كان معنا اللاعب الشاب لترجي زكريا العايب بعد انتقاله لتركيا والحكاية متاع تهريب اللاعبين الشبان في الترجي كان وضحها زكريا وبعد اقالة خاصة احد المسؤولين في الشبان ومساعد المدير الفني
هيثم الرويسي مساعد كامل القدسي في الفريق اللي تمت اقالته اليوم في بلاغ هبط على الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي. شكرا لنانيس جويني في الاخراج، ناصر الساكري في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام المدبر.